السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني عشر العلمي. اليوم إن شاء الله بندرس حساب تركيز أيونات الهيدروكسيد لقاعدة ضعيفة. زي ما احنا عارفين إن القواعد الضعيفة تتفكك جزئيا في الماء، أي غير تامة التفكك، أي أن التفاعل انعكاسي، أي أن لها قيمة كي بيس، أي كي بي أقل كثيرا من الواحد. دي كلها لازم تعرفها. بقارة ضعيفة تتأين جزئيا في الماء، ثابت اتزان القاعدة الضعيفة كي بي أقل كثيرا من الواحد. لو افترضنا ان عندنا قاعدة ضعيفة لها الرمز بي، نكتب معادلة تفاعلها مع الماء او تعيينها في الماء، بي زائد اتش تو يكون بي موجب زائد اتش سالب. طبعا لو جينا نحسب ثابت اتزان هنا نسميه كي بي كي بيس. الاتش تو او ليكويد لا يكتب في تعبير ثابت الاتزان زي ما احنا عارفين، فتكون الكي بي هنا بتساوي بي موجب تركيز ايون البي ضرب تركيز ايون الاو اتش على تركيز البي. دايما في بداية أي تفاعل كيميائي بيكون تركيز المتفاعلات عالي جدا، تركيز النواتج بيكون صفر. بمرور الوقت بيبدأ تركيز المتفاعلات اللي هي البي بيقل، وتركيز النواتج اللي هي البي بلس عند الـ OH ماينس بيزيد. فهنا لو افترضنا إن تركيز القاعدة بي هو بي، فيكون تركيز النواتج صفر صفر. بمرور الوقت تركيز المتفاعلات يقل، عدد مولات البي هنا واحد ده الرمز اكس، البي بلس واحد ده الرمز اكس، عدد مولات الـ OH واحد ده الرمز اكس. زي ما احنا عارفين تركيز المتفاعلات يقل بند إشارة سالب، المتفاعلات إشارة موجب للنواتج. عند الاتزان يثبت تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، فيكون التركيز عند الاتزان للمواد المتفاعلة بي ناقص اكس والنواتج اكس واكس. هنجيب كي بي هنا تساوي بي تركيز ايون المادة بي ضرب تركيز الـ OH سالب على تركيز المادة بي، يعني اكس تربيع على بي ناقص اكس. لو جينا نجيب اكس لوحدها هتساوي الجذر التربيع الكي بي ضرب بي ناقص اكس، يعني الاكس اللي هي تركيز ايون الهيدروكسيل لقاعدة ضعيفة سواء جذر الكي بي ضرب تركيز البي. يعني اختصر ده في ايه؟ ان تركيز ايون الهيدروكسيل لقاعدة ضعيفة بيساوي الجذر التربيعي لكي بي ضرب ام بي. كي بي ثابت اتزان القاعدة الضعيفة، ام بي التركيز المؤثر للقاعدة الضعيفة. يعني نقدر نقول هنا قانون تاني، او اتش سالب تركيز ان او اس بيساوي جذر كي بي في تركيز القاعدة الضعيفة اللي ممكن نديها الرمز ام بي، يعني مولاريتي اوف بيس، يعني التركيز المولاري للقاعدة الضعيفة. ولما كل القاعدة ضعيفة هيدي لك كي بي، هتضرب الكي بي في المولارية تحت الجذر هتطلع تركيز ايون الهيدروكسيد. تاني عندما تكون القاعدة ضعيفة لازم يدي لك كي بي، هتضرب الكي بي في التركيز المداري للقاعدة الضعيفة تحت الجذر تطلع تركيز ايون الهيدروكسيد. فالـ OH سالب تركيز ايون الهيدروكسيد بيساوي جذر كي بي اللي هو ثابت اتزان القاعدة الضعيفة ضرب تركيز القاعدة الضعيفة. القاعدة الضعيفة يكون كي بي اقل كثيرا من الواحد، بينما يكون تركيز القاعدة نفسها اكبر من الاكس. نشوف مثال لو ملاحظات. زي ما درسنا من قبل أن الـ pH سالب لوغاريتم H موجب، يبقى الـ H موجب تساوي 10 أس سالب الـ pH. كما درسنا من قبل أن الـ pOH بتساوي سالب لوغاريتم OH سالب، يبقى الـ OH سالب تساوي إيه؟ 10 أس سالب الـ pOH. خدنا الـ pKa بتساوي سالب لوغاريتم Ka، يبقى الكي اي بتساوي 10 اس سالب البي كي. هنا بقى البي كي بي
سالب لوغاريتم كي بي، البي كي بي سالب لوغاريتم كي بي، يعني أن الكي بي بتساوي 10 أس سالب البي كي بي. طيب الأهم من ده بقى، كلما زادت قيمة الكي بي اللي هي ثابت تأين القاعدة الضعيفة أو ثابت اتزان القاعدة الضعيفة، كل ما بتزيد الكي بي بيزيد تفكك القاعدة الضعيفة، بيزيد تركيز الـ OH، بتزيد قيمة الرقم الهيدروجيني، بتزيد قوة القاعدة. خد بالك معايا بقى، كل ما الكي بي بتزيد تزداد قوة القاعدة، تزداد قيمة الـ pH. كل ما قيمة الكي بي بتزيد قيمة البي كي بي بتقل. يعني نقدر نقول إن في القواعد، القاعدة الأقوى هي الأعلى كي بي والأعلى تركيز أو اتش سالب والأعلى بي اتش والأقل بي كي بي. يبقى البي كي بي عكس مين؟ عكس الكي بي. تعال نشوف مثال، أي القواعد في الجدول أدناها هي الأقوى؟ أقوى أي أعلى قيمة بي اتش، أنا بتكلم عن قاعدة قوية. إذا كانت التركيز متساوي، إكس أو اتش 2 واي أو اتش 2 زد أو اتش، أعطيني هنا قيمة الكي بي 10 أس سالب 8، 10 أس سالب 11، 10 أس سالب 3. نبص لقيمة الكي بي يا شباب، أعلى قيمة كي بي هي القاعدة الأقوى. طيب أعلى قيمة كي بي اللي هي 1 ضرب 10 أس سالب 3، إذا القاعدة الأقوى زد أو اتش. طيب لو جينا نجيب البي كي بي كمان، معروف إن البي كي بي سالب لوغاريتم الكي بي، يعني البي كي بي هنا في الحالة الأولانية اللي هي إكس أو إتش 2، البي كي بي بتاعتها هنجيب سالب لوغاريتم 1 ضرب 10 سالب 8 تطلع 8. في حالة واي أو إتش 2 البي كي بي تطلع ب 11. في حالة الزيد أو إتش لو جينا نجيب البي كي بي بتساوي سالب لوغاريتم كي بي تطلع ب 3. الأقل بي كي بي هو القاعدة الأقوى. يبقى شوف، الأعلى كي بي هي القاعدة الأقوى. كل ما زيد الكي بي يزيد قوة القاعدة، العكس كل ما تقل قيمة البي كي بي بتزيد قوة القاعدة. مثال، احسب الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيلي المحلول 0.25 مولر من هيدروكسيد أمونيوم. قيمة الكي بي أعطاني 1.7 تايم 10 باور ماينس 5. إدانا كي بي هيدروكسيد أمونيوم قاعدة ضعيف. عرفت منين؟ هتلاقي قيمة كي بي نمرة 2. ممكن دي معادلة يكون فيها التفاعل الانعكاسي. لما تكون القاعدة ضعيفة نعمل إيه على طول القانون؟ تركيز الـ OH سالب سوى جذر كي بي إم بي، أو تركيز الـ OH سالب جذر كي بي في مولارية القاعدة اللي أعطانا. OH سالب جذر كي بي إم بي، OH سالب تساوي، أعطينا قيمة الكي بي في المسألة 1.8 × 10⁻¹. هنضرب، هضربها في مولاريتي هنطلع الـ OH سالب. جبنا الـ OH سالب نقدر نجيب الـ BOH سالب لوغاريتم OH. طب جبنا الـ BOH نطرحها من 14 نطلع قيمة الـ BH. طب هو طلب، لو طلب كمان بي كي بي، قال له البي كي بي سالب لوغاريتم ايه؟ كي بي.